أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.他们舍安拉而崇拜许多主宰作为自己的权利，不然那些主宰将否认他们的崇拜而变成他们的仇敌。你还不知道吗？我把恶魔们放出去诱惑不信道者，所以你对他们不要急躁，我只数他们的寿数。那日我要把敬畏者集合到至仁的主那里享受恩荣，我要把犯罪者驱逐到火狱去以沸水解渴，但与至仁主订约者除外，人们不得说情。他们说至仁主收养儿子，他们却已犯了一件重大罪行，为了那件罪行，天几乎要破，地几乎要裂，山几乎要崩。这是因为他们妄称至仁主有儿子，至仁主不会收养儿子，凡在天地间的将来没有一个不像奴仆一样皈依至仁主的。他却已统计过他们，检点过他们，复活日他们都要只身来见他。信道而且行善者，至仁主必定要使他们相亲相爱。我以你的语言使古兰经成为容易的，只为要你借他向敬畏者报喜，并警告强辩的民众。在他们之前，我曾毁灭了许多世代，你能发现那些世代中的任何人或听见他们所发出的威声吗？